ولد الروائي سعود السنعوسي في الكويت عام 1981. درس تخصصا يتعلق بالأغذية ومارس العمل في مختبراته. بدأ اهتمامه بالكتابة مبكرا، ففي 9 من عمره كتب قصيدة يعبر فيها عن الخوف خلال الحرب. بدأ بعدها التدوين عبر الإنترنت، ثم انتقل إلى الكتابة لصالح الصحافة والمجلات. ظل ينشر في مجلة أبواب ابتداء من العام 2005 وحتى توقفت عن النشر عام 2011. البونساي والرجل العجوز، أولى قصصه القصيرة التي نال عنها عام 2011 المركز الأول في مسابقة قصص على الهواء، والتي نظمتها مجلة العربي بالتعاون مع إذاعة بي بي سي العربية. عام 2010 أطلق روايته الأولى سجين المرايا لتنال جائزة ليلى العثمان للإبداع الشبابي في دورتها الرابعة، ثم ساق البامبو لتنال جائزة الدولة التشجيعية 2012 والبوكر العربية 2013. عام 2015 نشر فئران أمي حصة، ليكون عام 2016 حامل لقب شخصية العام الثقافية. حمام الدار في 2017، والتي وصلت إلى القائمة القصيرة لجائزة الشيخ زايد للكتاب. عام 2018 رواية ناقة صالح. لم يغب السنعوسي عن المسرح، فقدم عمله المسرحي الغنائي مذكرات بحار، والتي صدرت في العام 2019، والمأخوذة عن الأوبريت الغنائي مذكرات بحار للشاعر محمد الفايز. ترجم العديد من أعماله إلى عدة لغات كالإنجليزية والتركية والفلبينية.